صارت لا مثيل لعزمهم، هم سادت الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نبي صلى الله عليه وسلم صحابة وچون بزهو تمرت بزهو سلطانة ستوهاتشوال أو بنبي صلى الله عليه وسلم تمرت بيتي سلطانة سو أو والله إلى آخرة ونمي قوة هلهم إتشين دنيا عندك ألال نقر عند تنش نقر يا سبا جنة نيقزابتال بزيش دنيا جنة نيقزابتال مكنياتو متشي دنيا ما لفيانات عندما قدنيا هونو نمي الفبات مالتنو عنده دقمو يتلا يسراو تشون كسرو ودى الله سبحانه وتعالى توبا يملسالو أو توبا تشون دقمو بتقام يمارنو يفلق نفسيات تشون ونقوان تضحية ما أدرك بياس فلق بباتشو يتبك بباتشو يرقى له إن شاء الله عند قصة لنقراتشو يا صحابة ويش تاريخ وسط كتزقبوت عندت يا عندت نسيت صحابية قصة لنقراتشو إن شاء الله. يجي يا فاطمة المحمدية إن فاطمة المخزومية محكل يالو اللي ينت يمي قلت إن عندي هو دقمو ميام مساسلاتشون نقروتشن أجلس الله تشوالله. فاطمة المخزومية متبال فاطمة بنت أسد المخزومي يمتبال صحابية نبرج المخزومية عندما يتوقعوا عربوش محاكل بتأمت لك كبر على الله تشو قصانات تشو لك عند بنوها شمالت لو بذاتم مال الله تشو كبرم مال الله تشو لأن السومري هونو أبو جهل نبر الناهيه مخزومية قصا عربوش محاكل تلك بوتاسل الله بمانين يوم نقر بمطفون أقر سماتشون للنساء أي فلقوا إن فاطمة بنت أسد المخزومية عندنا نجي إكأوتشون كسو تواس نبرة تقبل نبرة كذابوها لا تاسكرب باتشون نبرة قطر تاساست نبرة عندهم عندنا نجي تسركم نبرة إيش فاطمة المخزومية مالتنا عندنا نجي يهونا جيت أجيتوتشن عندنا إكأوتشن شواليا أوتشن كسوتش تواس دنا ويدمو تربك أتواس دنا تسرك نبرة بزي أنا تملكو قويتها درجتش ألتاوك أبات من البرة حتى إلى اللو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم كان سايكر تسرق أنا بري إلى اللو كلتها تاندي كان عنده صواب اللي ما دوا يسرقتش بالله جزيلاي عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم إك أسرقتش كرساتشو بيت إك أوستا وطأت مالتنا ما نمسحوك أبات كذا سو صحابوش عوق أبات تدرس أبات تنك أبات صحابوش نقارون بتام أكابدوت أنديت آيا أكابدوتن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيت كوني سرقتشو نقارون بتام أكابدوت النبي صلى الله عليه وسلم قار وريو درس أو النبي صلى الله عليه وسلم قار زينا وسي درس رسول صلى الله عليه وسلم ما أدرك يلباتشو هقون أون ما أدركنو تفسامي ما أدركنو ياو يليبا كتات أجم كورتنو ليلا إلو شريعة ميلو إهن النو ياسكمت أو إهن النو إنما النبي صلى الله عليه وسلم الجوا مقرة إن دال لبتنا قرو يسوع وصاي هونت بني مخزوم ويدا المخزومية بتأمتش أنا النكو تراراتو سبسباتك أمتو حساب أمتو مكنياتو كبراتشو سماتشو بليلانا قرن دينا سال فلقو بتأم دنقتو كذابو هلام وللرسول صلى الله عليه وسلم تسبسبوا هيدونا يا رسول الله هيتشن فاطمة متبالون اندين دي ادرقى تشون اباكي انتوات انا 40 ويدقمو 4 ورقية
የሆ ከሆነ ወርቅ እንሰጣለን ዲያ ወይ ደግሞ ካሳ እንሰጣለን እሷ በሰረቀችው ነገር ምትክ እናረጋለንና 40 ኡቂያ ወርቅ የሆነው ኡቂያ ማለት በአረቦች ዘንድ የሚታወቅ ነው የተለያየ ወርቅና ውድ የሆነ ነገር የሚመዝኑበት ወይ ደግሞ እንትን የሚሉበት የሚሸጡበት ማለት ነው አንዱ ኡቂያ ይላሉ 40 ዲርሃም ነው የሚሸጠው አንዱ ኡቂያ ወደ 200 ግራም ነው አሉ ክብደቱ ማለት ነው እናም 40ን አባዙ እንግዲህ በጣም ብዙ ነው እናም ይሄንን ብዛት ያለውን ወርቅ እንሰጣለን በዛ ምትክ እና እሷን እጇ ብቻ እንዳይቆረጥ ምክንያቱም እሷ እጇ ከተቆረጠ ያው የጎሳው ስም እንዳለ ስለሚጠፋ ማለት ነው ለምኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉ ተጣህር خير لها ጣሃራ ብትደረግ እቺ ሴትዮ ለሷ خير ነው የሚሆንላት ማለትም እንደነው እጇን በመቆረጥ ትጣሃራለች እቺ ሴትዮ ማለት ተውባዋ ኡን ይሆናል ማለት ነው አላህ ተውባዋን ይቀበላታል እጇ በመቆረጡ ለሌሎችም ትምርት ይሆናል ይሄ خير ነው ለሷ ብሎ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ የበኑ መኽዙም ጎሳዎች ነገሩን አይ እንደዚህ ከሆነማ እንዲህ ካሉማ ነገሩ ትንሽ ቀለል ያለ ነውና ምናልባት ሽምግልና ከኛ የተሻለን ሰው ወይ ደግሞ እሳቸው ዘንድ በጣም የሚወደድ ሰው ካላክንላቸው ሽምግልናው ሊቀበሉት ይችላሉ የሚል ነገር አሰቡ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ተነስተው ማለት ነው ከዛ እሳቸው ዘንድ በጣም ተወዳጅ የሆነውን አንድ ሰሃቢ መረጡ አልሐቢብ ኢብኑ አልሐቢብ በጣም እርሳቸው ዘንድ በጣም የተወደደ hatta فتح مكة ላይ رسول صلى الله عليه وسلم በአጠገባቸው ወይ ደግሞ ከተቀመጡበት መጓጓዣ ጀርባ አድርገውት አብሮ ሄዱ ይህንን ሰሃቢ መረጡ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ የሚባለውን ሰሃቢ እና ኡሳማ ጋር ሄዱና ያው እርሳቸው እንደሚወዱት ነገሩትና እባክን እንዲ ነው የተከሰተብን ነገር ይሄ ነውና ሽምግልና ሄድልን ብሎ ጠየቁት ኡሳማ ኢብኑ ዘይድም ነገሩን ቀለል በማድረግ ወደ ረሱል صلى الله عليه وسلم ሄደና ስለ ፋጢማ ጉዳይ አነሳላቸው እናም ሽምግልና እንደመጣና ይሄንን 40 ኡቂያ ከወርቅ የሆነውን እንዲቀበሉ በዛ ምትክ በሰረቀችው ምትክ እንዲቀበሉና ካሳ እንዲሆን ጠየቃቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غضب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ ተናደዱ تغير لون وجهه የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት መልካቸው ተለዋወጠ በጣም ተቆጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اتشفع في حد من حدود الله كالله سبحانه وتعالى دنبر يهونه حقات كهونه لاي انت شمغلنا تقوم الله بلو علوت يا رسول الله استغفر لي انا اندزي على وكم انت يا الله ملكتنيا هوي الله نكرت لمنو لمنو لين علاچو كذا من النبي صلى الله عليه وسلم كنغا بهالا بهولتنياو كن سوت بتسبسبوبت بوتا لاي قوموا قومنا نبي صلى الله عليه وسلم خطبه ادرغوا منالوا نبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد كذي كنا انت بفيت ينبروا حزبوچن ياطفاتشو نغر يلالو نبي صلى الله عليه وسلم كالناس وسط كبر يالو سلطان يالو سو وي دغو بالهابت سو كسرقه تركوه يتوتال منم حق اقومبتم مالت ايقطوتم عندن حق ايفردوبتم يتوتال واذا سرق فيهم الضعيف دكاما يهونه سو مسكينو دغمو دها يهونه سلطان ليلو سو كسرقه دغمو اقاموا عليه الحد حقون اسو لاي اون يادرغالو መገደል ካለበት ይገሉታል እጁ መቆረጥ ካለበት ይቆርጡታል ከናንተ በፊት የነበሩት ህዝቦች በዚህ ነው አላህ ያጠፋቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها او فاطمه بنت محمد انكون بتسرق قالوا يني ልጅ እንኳን بتسرق والله اجوان اقرط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر يهنو انغدي حق يهنو اكلنت النبي صلى الله عليه وسلم لفتحني تلاقوت يراساتشو لج انكون
የራስህ ልጅ የራሳቸው ልጅ እንኳን አው እሷ እንኳን በትሰርቅ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ እሷ ላይ ከመቆም ወደ ኋላ አለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አነት መልኩ ንግግራቸውን ቋጩ። ያው ፍርዱ ተላለፈ። በኑ መኽዞም ተረጋጋች። ነገሩ ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ይሄ የአላህ ህግ ነው። تلك حدود الله فلا تقربوها على الله سبحانه وتعالى او يا الله سبحانه وتعالى دمبر يميتسو ونتم ونجلنيا بتام كبار ونجلنيا نو هي يا الله سبحانه وتعالى دمبر كذاب وهالم نبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فاقطع يدها بلال عززتنا اجوان قرطات حالو نبي صلى الله عليه وسلم او فاطمه اجوا تقرط كذاب وهالم فاطمه توبوا تقباينت اغنيا ከለታት አንድ ቀን ይህ የሆነው ጉዳይ በጣም ስላሳሰባት ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመምጣት ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይ ምን ተውባ ተውባዬ ተቀባይነት አግኝቷል እንዴ ተውባዬ ይሆናል እንዴ ብላ ጠየቀች ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺ ዛሬ ልክ እናትሽ እንደወለደችሽ ነሽ አሏት። ልክ ህፃን ልጅ ዛሬ እንደተወለደ ከማዕሲያዎች ሁሉ ነፃ ሆነ ይሻለው አላት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተውባዋ በጣም ያማረ ሆነ። ከዛም በኋላም ይህች ሴት ወደ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ቤት ትመላለስ ነበረ። አንዳንድ ጉዳዮችን አንዳንድ ፈትዋዎችን ትጠይቅ ነበረ። አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዳዩዋን ታደርስ ነበረ። እናም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ መሰረት መልስ ይሰጠዋት ነበረ። ልክ እሷ እጇ እንደተቆረጠ እንደሚታወቀው ወደ ቤቷ አልተመለሰችም። ወደ አንዲት ሴት የአሰድ ቢንት ኹደይር የሚባል ሰውዬ ሚስት የሆነችው ሴት ጋር እሷ ቤት ነበር ያረፈችው እና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሒመከላሁ ከማ ረሒምተሃ፣ አንተ ለእሷ ረሕመት እንዳደረክላት አላህ ረሕመት ያደርግልህ አሉ። እሷንም እንደ እንግድና ተቀብላ አብልታት እንዲሁ ራስዋ ጋር አስጠጋቻት። ከዛ በኋላም እቺ ፋጢማ አገባች፣ ከባሏ ጋር መኖርም ጀመረች። ተውባዋም ያማረ ሆነ። ረዲየላሁ አንሃ ወአርዳሃ ሃዛ ወኢላ ሊቃኢን አኸር ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለም ወባሪክ አላ ነቢና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጂሉ ሰሓበቲ ላ መሲለ ሊዐዝሚሂም هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال.